ألف سلامة يا بطل. الله يسلمك يا والله يعني أنت مش متخيل إحنا وإحنا قاعدين بنتفرج على المباريات سواء في الدوري أو في الكاس قد إيه إحنا كنا سعداء بالمستوى اللي أنت بتؤدي بيه، وكلنا زعلنا إن أنت يعني كل جمهور النادي الأهلي الحقيقة زعل على هذه الإصابة، ولكن إحنا عارفين طبعًا هي إصابات قدرية الحمد لله والشكر لله، وعندنا دايمًا حراس مرمى أبطال، يعني لو حمايد مش موجود في غيره وغيره وغيره. طبعًا أنا بشكرك طبعًا كابتن إسلام الأول إن حضرتك استضفتنا، وبشكر أبو بهدي البطولات دي لجمهور النادي الأهلي. زي ما كابتن محمد قال إحنا أكيد مرينا بفترة صعبة، يعني هي كانت طولت بصراحة. بصراحة بس الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله بالدوري السنة دي والكاس، وقدرنا نعمل يعني نجمع الثنائية لأول مرة من 9 سنين تقريبا نادي مصري، يعني 14 احنا أول فرقة الحمد لله وكنا آخر فرقة عاملينها، وقدرنا الحمد لله النهاردة برضه ناخد كاس السوبر ونتأهل كاس عالم الأندية لتاني مرة على التوالي، فده مجهود الفرقة كلها، وده يعني أقل حاجة نقدر نعوض الجمهور بيها. صح. عايز أعرف إيه الفرق برضه يا حميد، الناس عايزة تعرف، يعني أنا في أول السنة الحقيقة اتقال لي من مجلس الإدارة إن إحنا بنراهن على مجموعة اللاعبين، يعني أنا سألت الحقيقة وأنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام، إن كلام كانت يعني بيني وبين أعضاء المجلس، إنه اتقال لي إن إحنا هنراهن على مجموعة اللاعبين الناشئين اللي طالعين، وهنقدر يعني نستفيد منهم وناخد بيهم بطولات. إيه اللي اتغير؟ قول لي الحقيقه، انا عايزك تقول الحقيقه، ان كل جمهور النادي الاهلي عايز يعرف ايه اللي اتغير. لا هو الصراحه يعني انا حاسس ان هي زي ما كابتن محمد قال ان هي هو مشروع اتبنى ايوه باستمراريه، احنا ما نجحناش على طول، بالعكس احنا وقعنا كتير وخسرنا بالزبط. كتير احنا بقى لنا 4 سنين تقريبا بنكسب، يعني ما بنكسبش بالطريقه دي، احنا كنا بنكسب بطوله في الموسم بنكسب بطولتين لو عرفنا، بس هي استمراريه وكل واحد مؤمن بنفسه ان هو يقدر يعني يقدم حاجه وان هو يتطور من نفسه، فربنا كرمنا الحمد لله ان احنا السنه دي بان شكل تاني، حتى في بدايه الموسم لما خسرنا السوبر المصري كان شكلنا كويس. وطبعا بصراحه بقى مجيء الجهاز الفني كله على اعلى مستوى طبعا من اول ديفيد لحد يعني الناس كلها اللي جت السنه دي، الصراحه كابتن محمد فينيو في الاجوان انا الصراحه يعني ممكن اتكلم عليه للصبح. وفي طبعا الدكاتره كل حاجه الصراحه اتغيرت عشان ابقى صريح برضه. تحس ان كابتن محمد يعني حتى قريب منكم في السن؟ لا هو كابتن محمد لاعب، هو كابتن فاهم يعني فاهم طبعا، يعني انا بتكلم ان هو يعني تحس ان هو من هنا لهنا على طول. طبعا هو حتى يعني كابتن محمد اكبر مني ب 16 سنه انا لعبت معاه، فهو ما فيش حد تقريبا في الفرقه ما لعبش معاه، فاحنا طول عمرنا بنعتبره يعني اخ كبير لينا، وغير ان هو المدرب بتاعنا، بس هو الصراحه بيتعامل معانا كلنا بيحل لكم مشاكل يعني. يا نهار ابيض ده بعمل لهم وبحلها، ده شايل واحد عليا في الاوضه